سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. الاجواء الكبيره جدا، يسعدني ان اكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراه الكبيره المثيره المنتظره. اجواءها غير عاديه على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء ايضا صافيه، الطقس رائع جدا. بقي على اللاعبين ان يظهروا امكانياتهم الكبيره في مباراه اليوم وان يجعلونا نستمتع بكره قدم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. وركلة البداية، روزوفيتش، يلعب كرة على اليسار، فيتشينو، روزوفيتش، يا عيني على التمريرة، شوف الكورة وروعتها. كاراسكو، كرة طويلة للأمام، كوريا بينية إلى سواريز، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. روزوفيتش، دي فراي لمسة على اليسار، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كاراسكو، كوندوغبيا، كاراسكو، تلعب الكرة إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كوكي، كوندوغبيا، كاراسكو، كوندوغبيا، كوندوبيا، يلعب كرة على اليسار. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كرة لم تبعد بالشكل مطلوب، لا زالت خطيرة. كوكي يمر ويلعب كرة بينية. فيتشينو، دي فراي، كرة طولية إلى الأمام، كوندوبيا، كوكي، كوكي، كوندوبيا، كوكي، كوكي، لمسة على اليسار، كوندوغبيا، تحرك بقوة هائلة. كوندوغبيا، كوكي، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة.
روزوفيتش يلعب كرة على اليسار، يفقد توازنه. كوكي كاراسكو، كوريا تسديدة، نجحوا في تخليص كل الكرات. تغيير جميل للعب، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. الكرة ملعوبة من مسافة، إفراي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول الآن يبحث عن الحلول، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه، ينقل الكرة للجانب الآخر. كوندوغبيا تشتيت الكرة، كوكي لمسة على اليسار، كوريا فيتشينو يتسبب في خطأ. مرت لويس سواريز، ملعوبة قصيرة من تريبيير، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. كوكي يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كانت باتجاه المرمى. دفاع يقدم أداء كبير جدا، كرة إلى الأمام، وصلت إليه، كرة على الجانب، خسر المواجهة أمام خصمه. لويس سواريز، نهاية 45 دقيقة أولى، يبدأ الشوط الثاني من المباراة. مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. يحلق عاليا بضربة رأسية غير عادية، الله على هذا الارتقاء. فيتشينو، مارتينيز، روزوفيتش، فيتشينو يسيطر على الكرة، لعبة جميلة، تسديدة أجمل. كوكي كرة طويلة للأمام، شكرينيار
الآن سيستلم هذه التمريرة الطولية، يبحث عن المهاجم. يلعبوها للأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. كاراسكو، تريبيير، أفقد الخصم التركيز، التوازن. كرة طولية إلى الأمام، الله على الكرة، جميلة. وكرة عرضية، كوكي، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، فيتشينو، روزوفيتش، يحتسب الحكم ركلة حرة. روزوفيتش، كرة، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض، الكرة إلى خارج المرمى. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. خيمينيز، كوكي، كوريا، لويس سواريز، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. روزوفيتش، دي فراي، يبحث عن زميله، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يفقدون الكرة بسهولة، لا تعرف وين المشكلة بالضبط، فريق غير حاضر ذهنيا هذا اليوم. روزوفيتش، شكرينيار، شكرينيار، يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. كوندوغبيا، تريبيير، يلعبها عرضية، كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. قد تكون هذه فرصتهم. كوكي، تريبيير، فيتشينو، دي فراي، فيتشينو، كوريا، الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، يتعثر ويفقد توازنه، لمسة بينية، كرة خطيرة إلى الأمام، مارتينيز،
مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. روزوفيتش يلعب كرة قصيرة. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين لويس سواريز. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. لدينا تغيير جديد هنا. يلعبون ركنية قصيرة. مرت الكرة. يلعبها ببراعة. يحاول أن يلعب كرة بينية. أنتوني غريزمان، فرصة هجوم معاكس. أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام. سواريز. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. روزوفيتش يلعبها لمنطقة الخطر. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. مارتينيز يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. طويلة إلى القائم البعيد. كرة تمر بسلام على المدافعين. إذا صافرة نهاية المباراة، انتهى كل شيء والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. رغم الاندفاع البدني القوي الأداء الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. أول ركلة سينفذها مارتينيز. أول ركلة سينفذها مارتينيز. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. يلعبها في العارضة. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. يتصدى لها الحارس. تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. فرصة لتعزيز التقدم. يتقدم الفريق الآن بفارق هدفين. يتقدم المسدد الثالث. يلعبها في الجانب الأيمن. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. جول، وتقدم بهدفين الآن. رابع لاعب ينفذ الركلة. أنهت هذه الركلة المباراة مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز. ما عندنا حل آخر.
إلا ركلات الترجيح. لا توجد إثارة مثل إثارة ركلات الترجيح. بالتأكيد فإنهم في غاية السعادة على الفوز من أصعب مرحلة في المباراة. سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.